ووصلنا لمساحتنا الأخيرة لليوم، راح نكون فيها ضمن عالم التربية ووسائل التربية. إذا نقول أحد وسائل التربية هي المقارنة، قديش نور نحن كلياتنا مارقين بهي الحالة دائما، خصوصا عنا بالمجتمعات. أختها كانت هيك، شوفي رفيقتك، بنت جيرانك، دائما حالة المقارنة موجودة عند الأهل، وهي أبشع شيء ممكن يستخدمه الأهل، مش للتحفيز، بالعكس، لا يمكن فينا نقول تحطيم شخصية الطفل وتكوين ذاته هو مرحلة مهمة. المقارنة مؤلمة لما اليوم تبلشي، يمكن للكبار نوعا ما بيعرفوا يعبروا أكثر، بس للأطفال لما تقارني طفل، في فروقات فردية هائلة بين كل الأطفال. لما تقارني طفل عن آخر، هذا أشطر منك أو أخوك أشطر منك، بيعمل عنده يمكن حالة نفور، مو فقط من الأهل، من أفعاله، من الشخص اللي عم تقارنيه. ما بيعرف أساساً الطفل يعبر، هو كل شيء بيتعلم الطفل هو مكتسب من المحيط، فبيفكر هذا الشيء صحيح، مع أنه هي أبشع أنواع التحفيز. كنا عم نحكي تحت الهواء هي المقارنة بين الأطفال. صحيح، دائما احنا مجتمعات بيهمنا راي الاخر، مشان هيك دائما بنحب عمليه هاي المقارنه، ولكن التعامل مع الطفل دائما عم بيكون حساس. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع، عن خطوره اتباع اساليب المقارنه، هل ممكن يكون لها جانب ايجابي، كل هاي التفاصيل رح نحكيها مع الدكتوره فاتن عبد الكريم الباكير، دكتوره في مهارات الحياه ولايف كوتشنج. اهلا وسهلا، صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. خلينا نحكي عن المقارنة. يمكن ما في حدا ما مر بيتذكر ضمن ذاكرته انه تم مقارنته مع شخص، اذا كان من الطفولة من قبل الاهل، احيانا من باب يعني التحفيز او الغيرة، لانه مثلا حفز هيدا الطفل ليعمل شيء منيح مثل ما انا بشوفه كأهل. صح. مش مثل ما بيشوفه هيدا الطفل، بعمل عملية مقارنة، وهيدا الشيء كثير يمكن بيأثر على نفسية الطفل وشخصيته. خلينا نحكي عن المقارنة وأنواع المقارنة بين الأطفال اللي هي أكثر شيوعا اليوم بعالمنا. هي قضية اليوم موجودة منذ الأزل، يعني ما بتخلص. صحيح صحيح. اليوم المقارنة هي للأسف صارت أحد الأساليب التربوية الأكثر شيوعا اللي عم يستخدموها الأهالي كأسلوب تربوي لتحفيز أطفالهم، لجعلهم أكثر عندهم مهارات مكتسبة بشكل أفضل. ولكن للأسف هذه من أكثر الأساليب السيئة بالنسبة أو الغير صحية بالنسبة للتربية، لأنه برأيهم الأهالي هنن عم بيحفزوا الأطفال أو عم يدفعون ليطوروا من مهاراتهم أو ليكونوا أكثر قدرة على التحصيل العلمي بشكل عام، ولكن هي أسلوب ابدا غير صحيح وانا برفضه رفضا تاما. طيب شو سبب حاله هي الرفض؟ يعني خلينا نحكي عن المدار يلي بيسويها او اثاره سلبيه. هلا المقارنه بشكل عام لها اثار سلبيه بحته، يعني انا ما بعتبر انه لها اي اثر ايجابي. المقارنه دائما بتكون بالنسبه للاهل، هنن برايهم انهم عم مثل ما قلت لك انه هنن عم بيدفعوا الطفل لحتى يطور مهاراته، لحتى يحسن تحصيله العلمي، لحتى يكون افضل، او لحتى يحاكي النموذج اللي المرغوب بالنسبه لهم هنن كاهل. صحيح. او مثلا ممكن الاهل يقارنوا بين الاطفال مجرد فقط انه شافوا ابن رفيقهم عمل تحصيل علمي بشكل كويس او ذكي كثير، او يعني بالنسبه لكم انتم عم ترضوا انفسكم بالنهايه. اما هذا الطفل شو عم بيصير فيه؟ هو الطفل عم يتحطم جمله وتفصيلا، عم تخلوه يحس حاله انه هو اقل من اقرانه او من اصدقائه، فهو بالتالي بيوصل لمرحله الاحباط او مرحله عدم تقبل الذات، عدم احترام الذات. انتم عم تجرحوا له مشاعره. هذا اسلوب خاطئ بالتربيه. لا، يعني انت ما لك عم تحفزي الطفل ولا عم بتخليه يكون افضل، بالعكس انت عم تخليه يعتبر حاله انه هو غير مقبول بالنسبه إليك. صح. يعني انت عم بحس انه هو لانه بحبكم كثير كاهل، فهو عم بحس حاله انه مش مرغوب، عم يحرجكم. صح. وجوده محرج بالنسبه لكم، لذلك انت عم تدفعي طفلك لحتى يكون منعزل، عم تدفع طفلك لحتى يكون غير متقبل لذاته بالمجتمع، وبالتالي هو اسلوب خاطئ جدا جدا. هي المقارنة من الأساليب الخاطئة عند الأهل بالبيت، فكيف إذا قدام الناس؟ أو هي الأبشع. صح. أبشع أنواع تمام. المقارنة لما أنا أمسك طفلي اليوم وأقارنه أقول له شوف فلان، أو حتى مثلا بمجموعة، لأنه الطفل ما بيعرف كتير يعبر. صحيح. ويحكي لك شو عاقل شو شاطر، بيسمع الكلمة أنت بتعذبني أنت. قديش هي المقارنة كتير كتير بتأثر، جارحة ومؤلمة. يعني أنا حضرت فيديو من فترة على السوشيال ميديا،
احد الناس صارت يعني الام عم تحكي مع جارتها عن بنتها فصارت تشاركها عن خصلها السيئه صحيح. وتحكي وهي البنت عم تسمع فبش تيجي بتوقف بتقول لها انت هيك هيك فتضايقت الكبيره وعمرها صغير قالت لها انت تضايقتي انا وصفتك بما وصفتيني صحيح. فقديش هذا الموضوع مؤلم واحيانا عم يعني عم يتم فعله دون قصد صحيح. لو يعرفوا الاهل قديش هو مؤلم يعني بنفسية الشخص يمكن ما بيقوموا فيه أساساً صحيح. هلأ الطفل للأسف نحن الأهل بشكل عام ما بيحسوا أنه الطفل عنده قدرات عقلية غير مكتملة يعني هو ما بيعرف أنه أنت بالنسبة له هذا هي المقارنة اللي عم تعمليها هي لتحفزه صح. أو أنت لأنك بتحبي يكون أفضل الناس أو بتحبي يكون ما حدا سابقه هو بالنسبة له فقط عم بيطلع فيك أنه أنت دائرة الأمان بالنسبة له فأنت اخترقتي يعني أنت بدل ما تكوني ملجأ له وحضن حنون له أنت مثل ما تفضلتي عم بتصير دائما المقارنات شفت رفيقك كيف صار شفت رفيقك كيف نجح أنت ما بتسمع كلامي أنت معك حدا كويس شوف رفيقك كيف أحسن منك ودائما عم بتصير مثل ما تفضلتي المقارنات أمام المجتمع عرفتي كيف مثلا حتى والآخر بيشاركون يعني تماما لسه بتسمحي للآخر هلا رح نحكي بعد شوي حتى عن أنه كيف بتنتقل المواجهة أو هي المحاكمة للطفل من أنه بينك وبينه حتى وصلت لدائرة البيت الجد مثلا انت حتى جده او سته او اي احد من الاقارب ممنوع منعا باتا انك انت تسمحي له يتدخل بشخصية هذا الطفل او بانه يحفزه بطريقة كتير خاطئة انت بالنسبة لطفلك انت بتشكلي الامان بتشكلي الحب انت مصدر الحماية بالنسبة له اذا اخترق هذا المصدر انت بالنسبه له خلص ما عاد انت مصدر ثقه انت بتهتز ثقتك بينك وبين طفلك ما عاد انت هذا الجدار الصلب اللي هو بيلجا له لما بيكون بمرحله الضعف لذلك انا برايي انت لازم تعملي حاجز بينك وبين الاشخاص الاخرين اذا بدك توجهي اي ملاحظه لطفلك بينك وبينه وحتى في قوانين للملاحظه يعني بده يكون صوتك شوي هادي تنزلي لمستوى الطفل لحتى هو يقدر يتقبل منك هيدي الملاحظات بطريقة صحيحة حتى يوصله شعور انه انت فعلا بتحب يكون هو الافضل هو الاجمل هو الاحسن بالنسبة لكل اقرانه مو انت مصدر فخر وتباهي يعني انت عم بتحاولي انت تشوفي حالك فيه محاكاة الطفل حتى بهي يعني حتى لو الموقف صار محاكاة الطفل قبل ما ينام يعني تماماً موقف ممكن تماماً ممكن اقعد اشرح له انت بدك تختاري الوقت المناسب والزمن المناسب صح. والمكان المناسب لحتى تعطي الملاحظة مو قدام حدا مو انت عم بتنالي من شخصيته من كرامته أمام الناس عرفتي كيف فأنت بدك تحافظي على يعني درجات معينة لطبقة الصوت لتختاري الزمان المحدد المكان المحدد المناسب لتعطي الملاحظات طيب من حديث حضرتك معناتها ما في شيء اسمه مقارنه ايجابيه ومقارنه سلبيه ممكن تكون اسلوب المقارنه يعني او الطريقه اللي وصل فيها هو الغلط في عندي شيء اسمه المقارنه السلبيه والمقارنه الايجابيه وبرايي اثنين خطا المقارنه السلبيه اللي هي اللي حكينا عنها هلا انه هو شوف رفيقك احسن منك شوف رفيقك كيف نجح بمدرسته شوف رفيقك كيف بيسمع كلام امه شوف رفيقك انه ما بيطلب طلبات منها هاي مقارنه سلبيه المقارنه الايجابيه على العكس تماما لما انت اشطر واحد او انت بهي الطريقه فانت لما بتختاري هذا الطفل وبتقولي له انت الافضل انت ما في احسن منك في العالم انت برافو عليك انت الصح انت 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 هون شو بتحولي بتحولي لانسان مغرور انسان متعجرف بيشوف حاله على رفقاته فهو بيصير له الحق انه يتنمر على رفقاته انه يسخر من رفقاته يتهكم عليهم وهو له الحق لانه انت عاطيتيه هيدا الحق انه انت الافضل الاجمل الاحسن اللي ما في منك لا ما بصير لازم حتى المدح يكون مقرون باسباب انت كثير منيح برافو عليك ماما لانك ساعدت فلان انت بتعطيه صفات حلوه صفات ايجابيه بعدين دائما المدح بده يكون مو بصفات ثابته فيه برافو انك ذكي هي صفه
صفة موجودة فيه. لعشو برافو انك زكي، برافو انك سويت هيك تماما. أو اما هيك. اما البرافو او المدح او التعزيز يجب ان يكون مقرون باسباب، يعني او في تطور بشخصيته، انه برافو عليك انت اعطيت فلان مثلا، او هذا الشخص ساعدته قدرت مثلا تخليه يمشي بالشارع بطريقة صحيحة. فانت التعزيز بده يكون مقرون بالتطور، بمدى التطور اللي حصل على شخصيته، مو لانه ذكي، مو لانه عطى مثلا تحصيل علمي كويس، هذا واجب عليه بالنهايه. فانت المقارنه ان كانت سلبيه وان كانت ايجابيه بدها تكون مدروسه بطريقه صحيحه، مشان انت تاخذي النتائج المرجوه منها. يعني لا يمكن انت تحصلي على طفل صحيح نفسيا وانت عم بتحولي لايقونه وهو ما فهمان هو شو عم يعمل اصلا، عرفتي كيف؟ فالمقارنه الايجابيه الى اثار سلبيه ايضا، يعني انا ضدها. طيب بدي اسال، كنت المجتمع مثلا في بالمحيط حوالينا في اشخاص عن جد هن نموذج قدوه، يعني حلو انه نخلي طفلي يراقب سلوكهم، كيف بدي اوصل له الفكره؟ كيف بدي اخليه بدون مقارن، بدون ما اتبع هاي الاساليب، بس بنفس الوقت انه انا خليه يتعلم منهم او يراقبهم اذا بدنا نقول، او يكون مثلا قريب منهم. ليش انا ما بخلي طفلي يكون هو النموذج، يخلق هو الشخصيه النموذج؟ انا بدي اسال هذا الشيء تماما. من خلال التحفيز، من خلال التحفيز بدون ما ألجأ لموضوع المقارنة. كيف أنا بلجأ للتحفيز بدون موضوع المقارنة؟ إني أمنحه الحب، أمنحه العطاء، يعني أنا يكون في علاقة، أنشئ علاقة صحيحة بيني وبين طفلي، إنه يكون أنا مصدر الأمان، مصدر الحب بالنسبة لهذا الطفل. هي أول شيء. ثاني شيء، أنا بدي راعي الفروق الفردية بالنهاية. صحيح، صحيح. في فروق فردية، في أطفال بيخلقوا يا أختي عندهم ذكاء عالي خارق، صحيح، وعندهم معدل ذكاء عالي، وفي أطفال بيكون معدل ذكاء عندهم عادي متوسط. أنا بدي أتقبل طفلي كما هو. كما هو، يعني أنا ما بحبك بس لأنك شاطر، أنا بدي أمنحه الحب المطلق غير المشروط. يعني أنا لا ما بحبك لأنك شاطر، أنا أحبك بكل صورك، بكل حالاتك. صحيح. ضعيف قوي، كبير سريع نشيط كسول، أنا بحبك مثل ما أنت أمي، ولكن أتمنى أنه مثلا نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك من شان نفسك، من شان شخصيتك، مو لأنه فلان عمل هيك، مو لانه انا، يعني مو اطلع انا من دائره انه والله بنت حماي ابنها صار دكتور، ابني لازم يصير دكتور. هي المنافسه بين الامهات، يعني اطلعوا منا، تعالوا نطلع منا. بالنهايه هذا الطفل جاي ليعيش حياته الخاصه فيه، بعيدا عن المنافسات اللي جواتك انت. هي نقطه كثير مهمه هلا بحياتنا، وقلتي نقطه كثير مهمه، انا بدي ركز على السنوات الاولى لانه هي اساس، هي صفحه بيضاء، يعني بنحكي من العجينه. انا بنحكي عن من ثلاث سنين لست سنوات، هي السنوات الأولى الأساسية. ولما نقول بهي الفترة، لما أمنح دائرة الأمان مثل ما قلتي، الأم هي دائرة الأمان، أمنح صح. الحب الغير مشروط على أي أساس، مثل ما قلتي في فروق فردية، يعني صح. حتى لو مثلا عزبتني بحبك بس أنت لازم تعزبني لأنه أنا وياك في علاقة بيناتنا، فيني اشرح له وبسط له اكثر كيف فينا نتساعد. كيف السنوات الاولى قد ايه مهمه اليوم كتير. بتكوين هي الشخصيه كتير. لانه المقارنه احيانا بالسنوات الاولى مؤلمه، لانه هو ما بيعرف، يعني هو وجهتي له تهمه هو ما بيعرف ليش الطفل لا في يعبر ولا في يحكي بالسنوات الاولى، وهو خلص مو انت مصدر الامان، بده يحصل على هذا المصدر، فبده يرضيكي، ما بيعرف كيف بده يرضيكي كأم. فهذه نقطة جدا مهمة عند كل الاطفال والاهالي، لانه صح. بعض التصرفات مثل ما قلت انا بالبدايه مش هي عن سوء نيه اكيد، لكن جدا مؤذيه للطفل. صحيح. هلا لك نحن بنقول السنوات الاولى او الطفوله المبكره هي مثل الطفل بيكون مثل الصفحه البيضاء، مثل العجينه بين ايديك، انت بتشكليها مثل ما لإلك. مثل صحيح. ما صحيح. بدك. فانت بقدر ما بتكوني قادره انك تزرعي بطريقه صحيحه بهي الصفحه، او تكتبي بطريقه صحيحه بهي الصفحه، بقدر انت ما بتحاولي يتجاوز 70% من العقد النفسيه اللي بدها تكون بمرحلة المراهقة أو مرحلة الكبر. بدي أرجع على موضوع كتير مهم حضرتك أثرتي لما قلتي أنه الطفل بهيدي المرحلة مثلا المقارنة، تعرفي أنت الآثار السلبية اللي قدام الممكن تصير، أنت عم تزرعي الغيرة جوات طفلك. فحتى بالطفولة المبكرة لما بتقولي له شوف اختك او شوف اخوك كيف عم يتصرف، فانت عم تزرعي الغيرة جوات طفلك، ما هو بيعرفها. هيدي الغيرة رح تتحول لمشاعر حسد، وبالتالي بتتحول لمشاعر او بتتشكل كسلوك عدواني بالمراهقة. وقديش عم نشوف جرائم،
قديش عم نشوف اشياء يعني كارثيه بالمجتمع، يعني كلها عباره عن انت كيف بدي اقول لك مثل رصيد عم تحطيه بالطفوله، عرفتي كيف؟ بقدر ما بتربي صح، بقدر ما بتعطي شعور بالامان، بقدر ما بتعطي حب، بقدر ما بتحصلي على الحب، وبقدر ما بتزرعي غيره، حسد، عدوانيه، فانت بتحصلي على هدول فيما بعد. يعني نحن كثير عم نسمع انه هلا طفل قتل صديقه بالمراهقه، ليش؟ لانه انت زرعتي جواته مشاعر حسد، مشاعر حقد، مشاعر وتحولت الى سلوك عدواني فيما بعد بمجرد انت كلمه حكيتيها حتى وهو صغير انه هذا احسن منك، فهو لا يرضيكي، عرفتي كيف؟ بده يدمر بالنسبه له، هو هدف هذا الشخص، هدف بده يدمر هذا الهدف. فالطفوله المبكره كثير مهم انه نحتوي الطفل، انه نعطيه حب، نعطيه دفء، نعطيه حنان، نكون نحن المرجعيه بالنسبه له. شو ما صار يصير ماما، شو ما كنت انت عامل، لازم ترجع لإلي، لازم نحكي باي موضوع فيما في يعني بيناتنا، مو انه انا والله رافضتك، هو بيعتبر انك انت رافضتيه، لذلك بيميل الى الانعزال، بيميل الى الانطواء. في كثير اطفال بتشوفيهم ما بيحبوا يقعدوا، مثلا تعال هيك اجى جده وتيتا، ما بيحبوا يقعدوا، ليش؟ هلا بدها تقعد تقلي ابن خالتي احسن مني، او ابن عمتي احسن مني، خلص بختصر على حالي وبقعد بغرفتي. فانت بتولدي عنده انعزال، بتولدي عنده انطواء، لانه مثل ما قلت لك الطفل غير مدرك انه انت بدك اياه يكون الافضل، ولكن ما بيعرف يترجم مشاعرك بطريقه صحيحه، فهو بيترجمها بطريقه خاطئه، انه هو طفل غير مقبول، طفل يشكل لك حرج، بيعمل لك حرج بين الناس، لذلك بحب يفضل الانعزال والانطواء. وبالتالي فيما بعد مثل ما قلنا بمرحله المراهقه انت بيطلع عندك، بينتج عندك في خلل، في مرض نفسي او اكتئاب او انعزال او انطواء الى ما هنالك. قديش هي السلوكيات صغيرة وبسيطة ولكن أثارها قديش عم بتكون خطيرة. قبل ما ننهي معك خلينا ناخذ نصائح أخيرة من حضرتك أو أي نقطة بتحب تضوي عليها وما ذكرناها بما يخص موضوع المقارنة. تماما، بالنسبة للمقارنة مثل ما قلت لك هي سلوك خاطئ جملة وتفصيلا. أنا بوصي كل الأهالي إنهم يمنحوا الحب، يمنحوا العطاء لأبنائهم حب غير مشروط، الابتعاد عن المقارنة بكل أشكالها إن كانت سلبية أو إيجابية، الاثنين خاطئين. وأيضا كمان بدنا نراعي مثل ما حكينا الفروق الفردية بين الأطفال، وبالنسبة لك أنت عم تبثي روح المنافسة بيناتهم، ولكن أنت عم تخلقي طفل مريض نفسيا بحاجة لمعالجة فيما بعد. الحل بالحب، الحل بالحنان، الحل بالعطف، الحل بتقبل الطفل كما هو، مع المحاولة ببث روح المنافسة عن طريق التحفيز الإيجابي، عن طريق إعطائه بعض الحلول أو خطط لحتى يكون متقدم بحياته أو يحصل على درجات أفضل أو على شخصية مكتملة بحياته، عن طريق مثل ما قلنا بعض التصرفات اللي ممكن انت او الحلول اللي تقدمي له اياها بحب، بتقبل، بسلام وبهدوء. اكيد بالختام بدنا نتشكرك، بدنا نتشكرك على كل النصائح والمعلومات اللي حكينا عنها، مثل ما ختمت حديثك الحب هو اهم شيء، قديش تعطيهم حب وحنان اليوم بتقدري تساهمي ببناء شخصيه سليمه صحيه نفسيا لاي طفل. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه الرائعه، شكرا لكم. اهلا وسهلا.